هل يجوز القول بأن فك السحر بالسحر مسألة خلافية ولا إنكار في الخلاف، وأن من قال بهذا القول هو مجتهد، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر؟ هذا قول باطل، ما هو بخلاف، هذا قول باطل عند جمهور أهل العلم أو عند إجماع أهل العلم. لا يجوز عمل السحر لا ابتداء ولا لأجل العلاج، لأن السحر كفر ولا يجوز التعالج بالكفر. قال صلى الله عليه وسلم: تداووا ولا تداووا بحرام. الحرام لا يجوز التداوي به، فكيف بالكفر؟ كفر أشد المحرمات، لا يجوز. واللي قال هذا أخطأ خطأ واضحا، وهذا قول باطل ولا معول عليه. نعم.